خليني هنا هبدأ بالحتة اللي أنا ذكرتها مع دكتور أيمن على طول في مسألة إصلاح الإدارة المالية العامة والسياسات والسياسات السياسات المالية تحديدا والسياسات الصناعية. هذا يعني أنه ما فيش حد بيقول أنه الأمور 100% سليمة، صح؟ كلام مظبوط. هو طبعا الأمور مش ممكن تكون 100% سليمة أساسا بشكل عام، يعني حتى أمريكا نفسها اللي هي الناس اللي كانت بتحط القواعد المالية للعالم كله وتتحكم في اقتصاد العالم كله بلا منازع، يعني عندها إشكالية في هذا الإطار وراحت المجلس اللي راحت الكونجرس عشان ترفع سقف الدين وتعمل نوع من التعامل مع الظروف الاقتصادية العالمية اللي بتمر بها العالم كله. يعني أمريكا بتشتكي مش إحنا بس، يعني العالم كله عنده أزمة مالية كبيرة جدا، وكل دولة بتحاول توفق أوضاعها المالية وسياساتها المالية بالشكل اللي ينجيها من هذا الضعف الاقتصادي العالمي. الحقيقة النهاردة في الجلسة الحقيقة كان في أكتر من مقترح منضبط، تقدمنا بكذا حاجة. إحنا بنشوف أن نوع من أنواع الخروج من هذه الأزمة هو ترشيد الإنفاق بشكل أو بآخر وتوجيه الاستثمارات أو الأموال الخاصة بالاستثمار للاستثمار المنتج، مش الاستثمار اللي يتصرف بس على الأكل والشرب. حتى لما اتكلمنا في فكرة عجز الموازنة وأن في يعني نوع من أنواع القروض اللي إحنا بنستخدمها، القروض قد تكون منحة وقد تكون يعني أزمة كبيرة. القرض الذي يوجه للاستهلاك فهو عبء طبعا على الموازنة العامة ويتحمله المواطن. القرض اللي بيوجه للاستثمار ويأتي منه عائد، ده اللي احنا بندور عليه. أمريكا، ألمانيا، اليابان أكبر دول في العالم عندها ديون قدنا يعني مليارات الأضعاف، لو حاب أحط أرقام حقيقية عندها بالتريليونات صحيح يعني أضعاف أضعافنا يعني صحيح. ولكن هذه الاستدانة وهذه المديونية في الدول دي بتوجه للاستثمار كالعائد، زي اي مستثمر صغير لما عايز يكبر نفسه بيعمل ايه؟ بياخد قروض عشان خاطر يعمل مشروعات فتجني عليه ارباح فيسدد قروضه. فهي الاشكاليه لتوجيه واداره الاستثمارات او القروض تحديدا، يعني هي القصه كانت كده. اما فيما يتعلق بالنفقات وترشيدها، اتكلمنا على الانتقال، يعني صدر قانون الماليه العامه رقم 6 لسنه 22 واتكلمنا فيه على فكره الخروج بقى من الموازنه اللي بتتعمل بشكل تقديري مش منضبط، وكل جهة من الجهات تتسابق بأنها تحط اللي عايز مثلا مليار يقول لك أنا عايز مليار وربع على اعتبار أنه هيبقى في مناقشات مع وزير المالية ومع مجلس النواب فتوصل لحد المليار اللي هو عايزه هنفاصل. وهو أصلا مش محتاج أكتر من نص مليار فرضا يعني مثلا، والنص التاني ده يبقى حبس للمال العام يضيعه على مؤسسة تانية أو وزارة تانية كان ممكن تستفيد بيه، ممكن تستثمره في حاجة. وبيبقى دايما في مبرر أنا بشوفه مضحك، ما أنا في الآخر خلص برجعها، وهو بيرجعها ده بترجعها بس خلي بالك انه ده معناه ان انا المره الجايه وزاره التخطيط والماليه تيجي تقول لك انت طلبت مليار وانفاقك كان 500 صحيح. فانا مش هوري لك المليار دي تاني مش هتشوفها خالص، ده علاوه على ان ال 500 اللي خدهم كان عليهم ارقام خدمه دين صح، يعني هو خسرنا فلوس بالفعل. ودي بنسميها احنا في عرف الاقتصاديين واكمل بيعرف الكلام ده كويس بنسميها جريمه حبس المال العام، لانك ضيعت على الدوله فلوس كتيره جدا فعلا وحملتها ما لا تحتمل. ترشيد الانفاق، احنا القانون الجديد اللي هو رقم 6 اللي قلت لسيادتك عليه بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على انتقال من موازنه البنود لموازنه البرامج والاداء. البرامج والاداء الكلام معناه كده ان الجهه الحكوميه سواء كانت وزاره او هيئه او خلافه هيبقى عندها مشروعات بتعملها خلال السنه، فهذا المشروع يسمى برنامج. يبقى انا عايز للبرامج اللي عندي او المشروعات اللي عندي ارقام محدده معمول لها دراسه جدوى متراجعه من مجلس النواب كويس جدا، الارقام محدده واضحه قدامنا وخلاص. بعدها نشوف بقى الاداء، ما اسمها موازنه البرامج والاداء. الاداء يعني ايه؟ تقييم ما تم. نقدر لاول مره نحاسب المؤسسه بشكل مالي عن طريق التقييم، هل المشروع اللي انت اخذت له فلوس مثلا 20 مليار و30 مليار ده جاب العائد اللي انت قلت عليه؟ طب ده لا في الحاجات اللي فيها ارباح زلائات الاقتصاديه مثلا. طب بخلافها المؤسسات الخدميه، هل ال 20 30 مليار اللي اقتطعتهم من الموازنه العامه للدوله وعشان تعمل حاجه منفعه عامه سواء للتعليم او الصحه او المستشفيات، هل نفذتها بالفعل زي ما اتفقنا؟ هنا تقييم الاداء ده شيء جديد علينا ويعمل نوع من انواع الشفافيه الماليه المرتبطه بان المواطن يبتدي يثق ان فلوسه بتتصرف بدقه شديده.